نيلو فنجادا. نيلو فنجادا البرتغالي، واحد من المدربين اللي اشتغلوا في الكرة المصرية، درب النادي الزمالك، درب المنتخب الأولمبي، كاد أن يدرب النادي الأهلي في مرحلة، لكن الآن اتحاد الكرة استعان به كمدير فني لاتحاد الكرة عشان يبدأ يخطط للكرة المصرية من جديد. واستوقفني الحقيقة اهتمامه بتنظيم ما يعرف بدور الرديف، دور الرديف لمن هم تحت 23 سنة. ولقيت الناس مأيدة، والناس بتشكر في الفكرة وبتباركها، وتقريبا هم نفس الناس اللي رفضوها للكابتن الجوهري وحاربوه فيها، لدرجة ان الراجل لم شنطته راح على الأردن. انت عارف ليه؟ وقتها لان كان القائمة 25، وكانوا مفكرين ان دي هتفيد النادي الاهلي. والله صدقني انت عاملها عشان الاهلي وموسم الانتقالات. طيب فنجادة بقى في مقارنته لما سئل في قناة تايم سبورتس على في مثل هذه المباريات الكبيرة، الأهلي وكايزر تشيفز أو النهائي الأفريقي، هو الأداء ولا النتيجة أهم؟ نشوف رأيه. شايف المباراة عاملة إزاي؟ بالنسبة لي هذه كرة القدم المصرية التي يمثلها الأهلي، وبالتالي النهائي. وأنت تعلم عندما يتحدث المديرين الفنيين للاعبين يستطيعون أن يقولون النهائي ليس لكي نلعب ولكن لكي نفوز، وبالتالي نعم من المهم أن تلعب جيدا، ولكن هدف المدير الفني وليس الأداء أكثر منه النتيجة والفوز باللقب. إن سألتني أنا أؤمن وعلى يقين بأن الأهلي أفضل بكثير من كايزر تشيفز، وعندما تبدأ المباراة النسبة تتراوح 50-50 في البداية. الأهلي لديه ميزة أن مديره الفني أيضا يعرف لاعبي كرة القدم في جنوب إفريقيا، ولكن عندما يلعب النادي الأهلي فإن مدير الفني لكايزر تشيف يعرفون من هو الأهلي، هم يعرفون كل شيء عن الآخر، وبالتالي ماذا يصنع الفارق هي جودة اللاعبين وقدرات اللاعبين، وبالتالي مهارة لعيب الأهلي تستطيع أن تحقق الفارق، لأن كرة القدم هي التي تلعب، وهو من الأهمية أن نحقق هذا النجاح والكأس لمصر. طبعا نفس الكلام، الواقعية والإنصاف. قال لك الأهلي خبرات، الأهلي عنده القدرة، الأهلي ولكن المباراة هتبدأ 50-50 50-50. وبعدين نقدر نعرف مين الفريق اللي هياخد الدنيا في مصلحته، وإن كان يرى أن الأهلي عنده إمكانيات تسمح له بأنه يعني مع التعامل التكتيكي في المباراة يقدر أن هو يقودها زي ما هو في اتجاهه. لكن جنوب افريقيا هو يحترم كرتها جدا، وكلنا نحترم كرة جنوب افريقيا. اللي مدربها بيعرف يعني معلومات كتير عنها، يعني ده طبعا فنجادا ما يعرفش موسيماني، لكن قال رايه فيه. قال رايه فيه نتيجه متابعته. طب نشوف رايه فيه ايه. رايك في موسيماني؟ أنا أعرف بعض الناس والأصدقاء يتحدثون موسيماني حقق نتائج رائعة في عام واحد فقط. نحن نتحدث عن مستر جوزي هو أسطورة، ليس فقط في مصر ولكن هو أسطورة في مجال كرة القدم، لأنه قليل جدا جدا من المدربين الذين يستطيعون أن يحققون أعداد كبيرة في مسابقات دولية والفوز بالعديد من الألقاب دون هزيمة، ولكن مدير الفني للأهلي موسيماني حقق أشياء أكثر من رائعة. جاء في منتصف الموسم الماضي ونهايته، وبالتالي أعتقد بأن الفائدة التي عادت على النادي الأهلي رائعة. نعم الأهلي لديه عمل جاد من قبل، ولكن عندما جاء وفوز بالسوبر كاب والدوري الأبطال وهذا الموسم أيضا، هو يحقق نتائج رائعة مع النادي الأهلي، وبالتالي أنا لا أعرفه شخصيا ولكن أهنئه على هذه الإنجازات الرائعة مع النادي الأهلي. مهمته رائع، عمله رائع، وسيفعل المزيد. هو لمس فنجادة على حاجتين مهمين جدا، وهو استشعر من السؤال ان
الهدف منه المقارنة بينه وبين جوسيه، فهو قال جوسيه أسطورة. على فكرة هو أسطورة جوسيه، شخصية طاغية، كاريزما جبارة جبارة، ما فيش كده، لازم كل الناس له هيبة شديدة جدا حتى مع اللي بيختلفوا معاه. يعني هو ما كانش بيروح للطريق السهل نكسب حب الناس، كان بيروح للطريق الصعب اللي فيه صرامة في تنفيذ سماته الشخصية، يمكن من أعلى مقوماته كمدير فني. هو في حاجات كتيرة جدا من كابتن صالح، بيفرض أفكاره قوي، لا ويعرف انه اولوياته ايه، ومفيش في صرف اولوياته. سيبك بقى من ان مين الاسطوره، هو حسام قال لك لا ده مستر جوسي، وده وضع طبيعي الفتره اللي قطعها بالانجازات اللي عملها بالبتاع ده، ولكن لما جاء عند موسيماني ما قدرش يتجاهل النتائج التي حققها موسيماني. قال انا يعني مع الناس بتتكلم في ايه؟ تقعدوش تكلموني التكتيك ومش التكتيك، في الاخر تحقيق الاهداف اللي موسيماني يحققها حتى الان بنجاح مبهر، هو سعيد من اجل ويحترم جدا ما حققه موسيماني. وانا نفسي السؤال ده الناس تبطله بقى، خلاص المقارنات كفايه بقى. هو ايه فكر المقارنات ده؟ صحيح بجد انا يعني كتير لما بيلح عليا السؤال ده، هو ليه الناس دايما وابدا مش شايفه ان ممكن يبقى في اتنين كويسين وعشر؟ الله ليه باستمرار هو ده احسن هو ولا ده؟ هو بايسن ما حققش، هيدوكوتي ما حققش، كل واحد حقق وانجز في ظرفه وبادواته وبقدراته وحسب ما الظروف سمحت له، لكن ليه دايما وابدا مين احسن؟ ده مش موجود في اي ثقافه. ده طعم وده طعم. مين الجوهري ولا كابتن جوهري ولا كابتن حسن شحاته؟ بالانجازات كابتن حسن شحاته، وده له انجازات وده له انجازات، وده له افكار وده له افكار. ومن ناحيه ثانيه كابتن جوهري راح كاس العالم، كابتن حسن شحاته ما راحش كاس العالم. تحس ان السؤال عيالي قوي يعني صغير. لا جماهيري، هو جماهيري صغير، جماهيري زي في الفن. مش هو في الفن ده له قدرات وده له قدرات، الممثل ده عنده قماشته في حاجه. مين نجمه الجماهير؟ مين مش عارف ايه؟ اصل دي اذواق، واللي يعجب هنا صحيح ممكن صحيح ده هنا. سؤال في الذوق. انت بيعجبك فلان وفلان وده بيعجبه واحد تاني خالص، وممكن انا ابقى متعايز لحد لاسباب شخصيه. سيب بس دي على مستوى العالم. هو النهارده لما تقعد تقارن بين ميسي و لا تقارن بين ميسي ورونالدو في حسب نجاحاتهم، لكن ما حد ما تقدرش تقول احسن ده ولا ده. لا ده اللي حق ما حق ده اللي بقوله لك. هو الناس بتقول مين احسن. الناس بتقول لك مين احسن لاعب في التاريخ، يعني مين احسن لاعب في التاريخ؟ يعني بيليه لو لعب النهارده هيقدم مردود مختلف، ربما يتفوق على بيليه القديم او يقل عنه. لان طرق اللعب بقت مختلفه، المناخ مختلف. صحيح. بيليه ممكن كان يقعد ما يبطلش عشان الاحتراف والفلوس. ايوه. مارادونا مين الاحسن؟ يعني مين اللي احسن؟ ما هو ده عمل حاجات مرعبه وده عمل حاجات مرعبه وده عمل عارف الاحسن ايه؟ نطلع فاصل.